مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بيوت الشعر، من خلال دورها الملحوظ في تعزيز التقارب بين الشعراء من مختلف الأجيال. نجحت بيوت الشعر العربية في تقديم نماذج شعرية متنوعة حركت الراكد في سكون القصيدة العربية. وكعادتنا في هذا البرنامج، نترككم في البداية مع أبرز أنشطة بيوت الشعر التي سنتابعها في هذه الحلقة. الشاعران شنينات وأبو شنار في ضيافة بيت الشعر بالمفرق. أمسية شعرية وموسيقية متميزة في بيت الشعر بالقيروان. حوار ثقافي بين المغرب والأندلس تنظمه دار الشعر بتطوان. بيت الشعر في نواكشوط يخلد ذكرى الاستقلال بندوة عن الشعر والمجتمع. نبدأ من الأردن، حيث أقام بيت الشعر في المفرق أمسية شعرية أحياها الشاعران علي شنينات وعدنان أبو شنار. شنينات قدم مجموعة من قصائده الراقية التي تعج بالصور الشعرية، في حين قدم أبو شنار قصائد مبنية على الحكمة والتجربة وعمق الفكرة. في إطار أنشطة بيت الشعر في محافظة المفرق ومواصلته للدور الريادي الذي يقوم به في خدمة القصيدة واللغة العربية، أقام البيت أمسية شعرية بالتعاون مع ملتقى بيت مادبة الثقافي، شارك فيها شاعران من مدينة مادبة، هما الشاعران علي شنينات وعدنان أبو شنار. طبعاً إيماناً منا في بيت الشعر ومن ضمن أهداف بيت الشعر الانتقال وفي الفعاليات الثقافية إلى مختلف المحافظات في المملكة الأردنية الهاشمية، كذلك يعني من رسالة بيت الشعر أن اكتشاف الإبداعات الجديدة لدى الشباب، ونحن اخترنا في بيت الشعر أن ننتقل إلى تلك المكامن، تلك الإبداعات الثقافية. الأمسية أدارها الشاعر سعيد يعقوب الذي ترنم وأثنى على الشعر العربي، واصفاً الشعر بأنه أكبر كمية من الجمال في أصغر بقعة من اللغة. نستذكر في هذه اللحظة الدور المهم لسمو أمير الشارقة الدكتور سلطان القاسمي، ونشكر على هذه المبادرة في إقامة بيوت الشعر في الوطن العربي، هذه المبادرة التي نطمح أن تصل إلى 1000 بيت شعر، وهذا يعكس الحرص الكبير لدى سموه في الحفاظ على اللغة العربية وعلى الشعر باعتباره أحد ملامح الهوية العربية. أخت الصباح عنوان القصيدة التي استهل بها الشاعر علي شنينات هذه الأمسية، كما قدم قراءات شعرية لعدد من القصائد العاطفية والوجدانية مستخدماً أدوات الشعر الإبداعية. شكراً لكم يا أعزائي لسعيكم بأمر مولايا، عن أنفي سنأتمر، عن أنفي مولايا يبقى الحب سيدنا، لحناً حزيناً يبكينا فننصهر، تموت ليلى وقيس في نظارتهم كالورد لكن لعودهم هنا أثر. فالحب ليس بأوراق نبعثرها أو أحرف من كلام العشق تحتضر، الحب يا سادتي روح بأوردتي، لا فرق عندي بهذا والذي أسر. تبقى اللواعج في الأحشاء ملهبة، لو أخمدوها سيبقى الريح والشرر. شكر الجزيل لبيت الشعر الذي له بصمات واضحة هنا في الأردن فيما يخص الحركة الشعرية والحركة الأدبية بشكل عام الثقافية. المشاركة أتت يعني كجهد يحسب لبيت الشعر، وهو جهد موصول ومشكور. أتمنى أن تستمر هذه الفعاليات، وأتمنى أن تمتد، وخصوصا في محافظة هذه محافظة مادبة التي هي بعيدة عن عمان وبعيدة عن الألق الثقافي والحركة الثقافية. ومن ينابيع قلبه نسج الشاعر عدنان أبو شنار صورا شعرية مبدعة، إذ بدأ ببوح إنتاجه الشعري الذي تميز بعمق التجربة بقصيدة رسالة العمر.
قمر أطل بنوره يا طيب طلته القمر ما رام قلبي غيره قد هام فيه وما اعتبر ونهيته فازداد شوقا واستمات وما اصطبر ويكاد يهلك بعده إن غاب عنه أو استتر وخشيت فرط جنونه من سقطة أن ينكسر وأمرته قطع الوصال فما استجاب وما ائتمر وأجابني كيف السبيل وكيف أخذي بالحذر وهو الحياة وصفوها والعيش يحكمه القدر. بيت الشعر يأتي إلى المحافظات وهذه بعتبرها يعني شيء مفرح حيث أنه أتيحت الفرصة أكثر للشعراء للتعبير عن أنفسهم وعلى أساس عرض إبداعاتهم وعرض أفكارهم على الجميع. وهكذا يجوب بيت الشعر المحافظات الأردنية مبحراً في عالم الثقافة كسراج منير لإحياء الحركة الشعرية في الأردن. رباء آغل، برنامج بيوت الشعر، مدينة مادبة. إلى تونس، حيث أقام بيت الشعر بالقيروان أمسية شعرية وموسيقية واكبها جمهور من أهل الفكر والثقافة والفن. الجمهور استمع إلى قصائد متنوعة اتصلت بقضايا الوطن وهموم المجتمع، وأخرى حملت لوحات شعرية لامست وجدانهم. القيروان عاصمة الشعر ودار الإبداع الثقافي، تزداد شموخاً أدبياً بفضل الدور الطلائعي لبيت الشعر هدية إمارة الشارقة إلى رواد الحركة الشعرية في عاصمة الأغالبة. البيت القيرواني كان على موعد مع أمسية شعرية جديدة نزل خلالها الشاعران معز العكاشي وعز الدين العزيزي ضيفين على هذه المؤسسة الشعرية البارزة في الأصوات الشعرية، ويستقطب شعراء من مختلف المشارب والتجارب. وشكرا لكم أولا وأهلا وسهلا بكم على الحضور. الأمسية انطلقت بالاستماع إلى الشاعر معز العكاشي في مجموعة من قصائده التي تناولت مضامين متنوعة اتصلت بقضايا الوطن وهموم المجتمع وغربة الذات المحترقة بمتاعب اللحظة الشعرية. بيت الشعر الحقيقة نتابعه ونتابع أشغاله وأنشطته. بيت الشعر القيرواني عرف بخط شعري متميز، أنشطة متميزة، لا يحضر في هذا البيت إلا الشعراء المتميزون. والحقيقة سعدت كثيرا بهذه المشاركة اليوم على اعتبار أنه بيت الشعر كما قلت لك هو قامة عالية في النشاط الشعري في تونس عامة. الشاعر معز العكاشي قرأ للمرأة والحب والأمل والحياة من خلال قصائد تراوحت بين العمودي وشعر التفعيلة. بدوره قرأ الشاعر عز الدين العزيزي مجموعة من القصائد التي ترجمت مشاعره المتوهجة في لوحات شعرية لامست وجدان المتلقي وعبر من خلالها عن مواضيع شتى، منها ما تعلق بالأوطان ومنها ما اتصل بذات الشاعر الحائرة والمثقلة بالوجع ونار الأسئلة. بيت الشعر حقا تقدم خدمات جميلة جدا للشعراء وتعطي فرصة لكل الشعراء، فالحقيقة تمتعنا وقدمنا ما يجب أن نقدمه وكانت أمسية جميلة. الشاعر عز الدين العزيزي بحث أيضا في دفاتر أشعاره عن روحه التائهة في غياه بالحلم، مستخدما قاموسا شعريا موغلا في الإحساس مضمخا بالمعاناة. كبرت وأصبحت طفلا ألون رسم الحنين على ورق الذكريات، أنام على وهج الشوق مبتسما أحتسي قهوة الثلج، ما زلت أحبو على دهشة الكشف أرتشف الزمن المتبقي.
الأمسية الشعرية القيروانية تخللتها فقرات موسيقية لعازف الكمان الفنان رياض عبد الله، والتي تجاوب معها الحاضرون في جو تلقائي جميل. تحياتنا من القيروان إلى إخواننا بدولة الإمارات، وتحديدا بالشارقة، وعلى رأسها الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مؤسس بيوت الشعر وبيت الشعر هنا بالقيروان، التي تزخر بالفن وبالموسيقى وبالشعر، ونحن بخير في ميدان الأدب والشعر. اللقاء شكل أيضا فرصة أخرى للاستماع إلى إحدى براعم واكتشافات نادي العروض ببيت الشعر بالقيروان، الطفلة الموهبة رتال الهاني، في إلقاء ممتع ورائع لبعض القصائد. أنسي من حبك ونهاري. يعجبني بيت الشعر خاطر نلتقي بالأدباء الكل، وزاد ننصح صغار يجيوا يقرأوا لهنا، يقرأوا العروض واللغة العربية وكل شيء. هذا ويواصل بيت الشعر القيرواني عرض الإبداعات الفنية لرسامي القيروان على غرار حسين عطي وخالد ميلاد، باستضافته لشاعرين من محافظة جندوبة شمال غرب تونس عز الدين العزيزي ومعز العكايشي. يكون بيت الشعر قد مضى قدما في تحقيق رهان الانفتاح على مختلف جهات تونس، وكذلك التعريف بإبداعات ضيوفه. نجح المساوي لبرنامج بيوت الشعر القيروان تونس. قادمان من محافظة جندوبة شمال غرب تونس، قدم معز العكايشي وعز الدين العزيزي آخر إنتاجاتهم الشعرية، ليكون بذلك بيت الشعر قد حقق رهانه في الانفتاح على مختلف شعراء البلاد التونسية. لتلفزيون الشارقة نجح المساوي القيروان تونس. من تونس إلى المغرب، حيث نظمت دار الشعر بتطوان حفلة تقديم وتوقيع كتابين. الكتاب الأول حمل عنوان الدراسات العربية بإسبانيا جذورها وأبرز أعلامها، من إصدارات دائرة الثقافة بالشارقة، فيما حمل الكتاب الثاني عنوان النفحات الأرجية لابن زاكور الفاسي. لقاء نظمته دار الشعر بتطوان يعد بمثابة سفر تاريخي إلى الضفة الأخرى من المتوسط، سفر تنقل بنا ما بين المغرب والأندلس، بين حركة الدراسات والأبحاث العربية في إسبانيا وحركة التأليف في فنون الشعر لدى المغاربة عبر التاريخ. اللقاء الذي أقيم في المكتبة العامة والمحفوظات تضمن حفل تقديم وتوقيع كتابين، أولهما حمل عنوان الدراسات العربية بإسبانيا جذورها وأبرز أعلامها لمحمد لامارتي ومحمد القاضي، الصادر عن دائرة الثقافة بالشارقة. الكتاب قدمه الدكتور محمد رضا بوتشار الباحث في تاريخ الأندلس، وأدرجه في أفق فتح حوار بين الباحثين المغاربة والإسبان في التعامل مع المنتج الثقافي الأندلسي. عمل مشترك قسمناه إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول حددنا الجهاز المفاهيمي المرتبط بالكتاب، وهذا الجهاز يحتوي على مصطلحات مهمة جدا في هذا السياق، مثل الاستشراق والاستعراب والاستفراغ. ثم عرجنا على الحديث عن الدراسات الإسلامية العربية في مرحلة الوجود الإسلامي بالأندلس، أي مرحلة سيادة الدولة الإسلامية بالأندلس. هذه المعلومة حاول تسليط الضوء على محاولة الإسبان استرجاع واستعادة هذا التراث الزاخر العربي الإسلامي والاعتراف به بعد قرون من النكران ومن الجحود. المشاركون في هذا اللقاء الذي حضره جمهور كبير قدموا قراءة في كتاب ثاني حمل عنوان النفحات الأرجية لابن زاكور الفاسي، تحقيق محمد الفهري. ابن زاكور الذي يبقى أحد كبار العلماء بالمغرب في القرن الثاني عشر، الكتاب الذي صدر عن منشورات أم سلمى بتطوان معني بعلم العروض الذي اشتهر المغاربة بالتأليف فيه، قدمه الدكتور الناقد محمد سعيد البقالي، واستحضر فيه أهم مميزات المفكر ابن زاكور الذي وفق في إقامة حوار مع مختلف الشروح السابقة للخزرجية ليعيد التدقيق في عدد من المقالات والقضايا العروضية. هو منجز سوف يخلد، لأن
لأن دار الشعر كان سباقة في عقدي لقائين حول الدرس العروضي بالمغرب، وكنا في بالجامعة نفكر أن ننظم ندوة حول هذا الدرس العروضي في المغرب قديمه وحديثه. هو شرح في مجال يندرج ضمن العروض، علم العروض والقوافي، قد انكب عليه صاحبه يعني الشارح بن زقور الفاسي بعدما تمكن من هذا العلم إقراء وتدريسا في فاس وفي غيرها، وبعدما اطلع على الشروح السابقة عليه لا سيما عند المغاربة بالتحديد. توقيعات محطة اعتادت دار الشعر بتطوان على تنظيمها، ومن المقرر أن تواصل المحطات المقبلة منها التنقيب والدراسة والتحليل في الأبحاث العربية بالأندلس لما لها من أهمية في لفت نظر الباحثين إلى ذخائر التراث الشعري والأدبي الأندلسي في إسبانيا، خاصة مدينة طليطلة التي شكلت بيتا ثانيا في بيوت الحكمة في ثقافتنا العربية والإسلامية. هي محطة جديدة من فقرة توقيعات، إذن توقفت فيها دار الشعر بتطوان عند بعض من الإبداعات العربية بالأندلس المفقود. كريم القرقوري لبرنامج بيوت الشعر، تطوان، أقصى شمال المغرب. ختام جولتنا في موريتانيا، فضمن أنشطته لتخليد الذكرى 59 ليوم الاستقلال الوطني الموريتاني، نظم بيت الشعر في نواكشوط ندوة نقدية تحت عنوان الشعر والمجتمع، مقاربات في دور الشعر، وذلك وسط حضور كبير للنخبة الأدبية والأكاديمية في البلاد. الشعر والمجتمع، مقاربات في دور الشعر، عنوان حملته الندوة النقدية التي نظمها بيت الشعر في نواكشوط ضمن احتفائه بالذكرى 59 ليوم الاستقلال الوطني الموريتاني. الندوة النقدية تطرقت لجملة من المحاور أبرزها المنفعة العامة من الشعر والمعالجات النقدية والفكرية لدور الشعر في العصر الحديث وواقع الشعر في المجتمعات التي أنتج فيها. لا شك أن احتفاء بيت الشعر بالعلاقة بين الشعر والمجتمع هذه مسألة جدلية أصبحت مطروحة بحدة، لأن الشاعر أصلا كان يترجم عن المجتمع وكان ديوان للمجتمع بمختلف تشكلاته الاجتماعية القبلية إلى آخره، بينما أصبح الآن المجتمع يختلف عن ذاك المجتمع البدائي، وأصبح الشعر أيضا يختلف لا شك عن الشعر الآخر. هذه الندوة تتنزل في هذا السياق. نحن نشكر بيت الشعر على استضافته لدكاترة من جامعة نواكشوط وكذلك الدكتورة الضيفة زهر كرامي بالمناسبة، فهي دكتورة أكاديمية مغربية لا عصيتها في المنطقة. تم خلال الندوة تقديم رؤية تاريخية توضح كيفية خدمة الشعر للمجتمع كحاضنة قيم ومذل من ناحية، ووسيلة تعبير جمالية راقية تترجم هموم المجتمعات. المحاضر السيدي محمد ختار اعتبر خلال مداخلته أن الشعر الحديث أكثر قربا والتصاقا بالمجتمع ومشاكله وقضاياه وهويته، معرجا على دور الشعر في تثبيت قيم الجماعة وتحفيز أحلامها وطموحاتها وتخليد الصور السامية لمثلها من خلال التراث التراكمي. تعرف على الظواهر الاجتماعية لمجتمع من المجتمع، حيث غالبا ما يتجه الشعر إلى معالجة قضايا المجتمع ومشاكله وتصوير حياة الناس والاهتمام بمشاكلهم وقضاياهم. في الشعر أصبح يواكب قضايا الأمة والمجتمع ويدفعهم إلى الأمام. كشفت المداخلات خلال الندوة عن الصلة الوثيقة بين الشعر والشاعر والوسط الاجتماعي الذي يعد وسطا مستقبلا ومشجعا في آن واحد، وامتازت نصوص بعض الشعراء العرب حسب المحاضرين بالعلمية في مجال السوسيولوجيا، ولها تأثيرها الذاتي والعام في قضايا جدلية كالرابط بين المكتوب والبوح وعلاقة الشاعر بالمجتمع في زواياها المتعددة، نفسية ووجدانية وتربوية.
كنت ضيفا اليوم على بيت الشعر في إطار ما يعرف بالعلاقة الشعر بالمجتمع، وكنت قد قدمت ورقة تتناول المقاربات السيكوسوسيولوجية لدور الشعر في المجتمع. والحقيقة أن الشعر لديه دور أساسي في المجتمع، لو استطعنا أن نناقش المسائل العلمية فيه، حيث أن الشعر يعبر عن حياة المجتمع بكل تجلياتها وآماله وآلامه وأحلامه. ولذا فالشعر يمكن أن يصف لنا ظاهرة أو مشكلة اجتماعية ما معينة، ويمكن أيضا أن يقدم لها الحلول من خلال القطع الشعرية كشخص واعي مثقف يعالج واقع مجتمعه، لأنه الشاعر في الأخير هو ابن بيئته، لذا هو أترى بمشاكلها ومشاكل مجتمعه وظواهره. مداخلة ضيفة بيت الشعر في نواكشوط الدكتورة المغربية زهور كرام تطرقت إلى التحدي الذي تخلقه وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التعبير الحديثة التي تطرح العديد من الأسئلة عن الدور الجديد للشعر وعن التحديات التي على الشاعر المعاصر مواجهتها لاستمرار دور الشعر كحاضنة لتمثلات الإنسان عبر التاريخ. وسائط متعددة بدأت تزاحم هذا الشاعر، كيف يمكن لهذا الشاعر أن يحافظ على شرعيته الحضارية باعتباره حاملا لهذه التمثلات؟ عندما نقول حامل لهذه التمثلات معناها أنه يحصن وجود المجتمع في المستقبل. كانت ورقتي عبارة عن اقتراح قضايا جديدة ينبغي أن نعيد النظر فيها بموجب التحول الذي نشهده اليوم مع العصر التكنولوجي، لأننا لم نعد نفكر بنفس الطريقة، ولم نعد أيضا نكتب بنفس الطريقة، ولم نعد أيضا نقرأ بنفس الطريقة، ولذلك وجب علينا أن نعيد التفكير أيضا في الذات المدركة لمفهوم الشعر. اختلفت رؤية الدارسين عبر التاريخ لدور الشعر وتباينت مواقفهم وتعريفاتهم له انطلاقا من واقعهم أحيانا ومن واقع الشعر أحيانا أخرى، تبعا للمجتمعات التي عاشوا فيها والظروف المحيطة بإنتاج النصوص الشعرية. استطاع الشعراء أن يحملوا المجتمعات للمستقبل من خلال تسجيل اللحظة التاريخية لكي تكون متاحة لمن سيأتي بعدهم، لذلك اعتبر الشعر خزانا لتمثلات جميع الشعوب. أحمد وللحسن لبرنامج بيوت الشعر نواكشوط. إلى هنا مشاهدين الكرام نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، في أمان الله.